إيمانية عالية لكل المناضلين والمناضلات الصامدين المرابطين والمرابطات فوق سطح وزارة التنمية وأمام وزارة التنمية. مطالبة التشارك اللي طرحت عليها نهار الخميس باش يدرنا مبارك بدون علم ديالنا في هذا المرصاد. 2012-2018 اللي مفروض ما خدام نصيب فهميها في الوطن دليمن ولا ما دخلتش اليمن تدخل لك الوصا فهمتينا السيدة الوزيرة. عيتنا بالوعد عيتنا بالشعارات ثقية وطنية لحامل الشهادات حقنا بتشعل ناس وبلا وسطات ويا ربي جيب التيسان ونارورات التغيير العتمانة يطلع برا باسمة تطلع برا والمغرب أرضي حرة. فاطمة قاسمي كفيفة وطالة متزوجة لها ابنان بنت واحدة وولد واحد. مارس الدراسة ديالي في مدينة بني ملال ومورا درت واحد تكوين ديال توزيع المكالمات الهاتفية. هاد الاعتصام اخويا درناه على اساس ناخذ الحقوق ديالنا على في اطار الوظيفة العمومية. حنايا هادي مدة 8 سنين وحنا كنديروا وقفات. السيدة الوزيرة ما كتعطيش اهتمام لهاد الفئة. هذيك المرة دارت حوار ولكن ما دارتش حوار يعني غادي تقدر المطالب ديالنا تكلف بها او لا تعطيها أهمية. لا هي قالت لهم انا موتوا ولا عيشوا شغلكم هذاك. هادشي هو اللي كتقول هي. وما انتحرش وما دفعو حتى شي واحد وما عنده حتى شي مشكل. هو كان كيهضر مع الاسره ديالو في التليفون تمشى شي شويه من حدا الاخوان وسميتو. وكانت واحد الحافه يعني ضوايا نتيجه الاهمال ديال الحكومه طبيعه الحال ككل. ما كنقولش انا الوزيره او لا سعد الدين العثماني الحكومه ككل انكم كان عندها يايا كان عندها اهتمام بهاد الوزاره هذه اللي كان صلحوها وما خلاوش توقع مشاكل بحال هذه. يعني هما اللي كيكونوا مسؤولين وخاصه السيده الوزيره هي المسؤوله الاكبر على الحادثه ديال وفاه الشهيد. السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. صدق الله العظيم.
ديال ديالي اختي علاش مشديها هاك بلاتي هاك اختي هاك هاك انا جايه لا تصام بنتي بنتي ما كاينش اللي يشدها ليا كنرضعها عادي كنبدل ليها عادي الاخوات كيمدوا ليا اليد المساعده من ضمنهم الاخت مريم وهي اللي كتيد كتمد يد المساعده اكثريه في داخل هذا المعتصم هذا باش كتعاونني فيها لانني انا عندي سميتو عندي مسؤوليات مع الاخوان من فوق كنوصل لهم الاكل كنمد لهم سميتو الوسائل اللي يعني كيحتاجوا ليها كامله صافي باش نشوفوا واش خصني نسرع اخويا بديك الصخره نجيبها راك عارف الصخره شنو هي المهم خذها لي اخويا دابا عافاكم رجعوا لنا جيت الوزاره شي شويه الدراري اللي هنا الدراري اللي هنايا راه بداو كيطوقوا ليه يقولوا يهبط التليفون ديالو باش ندير شارجي احنا هنا اللي في تحت ديال الوزاره كنمشيو كل مره في كنمشيو بالنسبه للطواليت كنمشيو للكلينيك كنمشيو للقهاوي الماكله كنمشيو عادي للقهوه كناكل فيها كنجيو كنفرشوا هنايا في الليل كنعسوا كنفرشوا الكراتان وكاين الاخوه اللي عندهم شويه ديال الفراش والارطيه ما درتش يا اختي داك الروينه ديال المايونيز هذاك شنو بغيتي دابا انت في هذا بغيتي ديال 10 دراهم شوفي 10 دراهم فيه لا بغيتي تكون الشلاضه ولا بغيتي الكاشير البيض الكاشير والفريت بوحدو 10 دراهم ديري البيض الكاشير والفريت والزيتون بطبيعة الحال لما تلبسش المطالب ديالنا احنا راه غنبقاو صامدين هنايا في هاد الوزارة هادي حتى تلبى لنا كاع جميع المطالب ديالنا وخاصة تلبى المطالب ديال الأسرة ديال الشهيد اللي توفى يوم الجمعة